لم يتذوق الشاب النجفي حسن النوم هانئا لعامين ونصف بعد إصابة بليغة ألمت به جعلت منه طريحا للفراش، إطلاقات نارية تعرض لها بسبب حادث وصفه بالعرضي هشمت عموده الفقري وخلفت مضاعفات صحية خطيرة يعاني منها حسن بشكل يومي. نزلت أنا بالطريق بشارعهم، أول ما طبيت كانت اكو عركة عشائرية، فانضربت أنا على أثرها، ضربت 3 طلقات، لأن الطلقات لحن العمود الفقري فانشليت، ما قدرت أرجع بعد لوحدتي. بل أثناء هاي هم غيبوني أني أعاني، يعني تعبت حيل تعبت، لا مسؤول إجاني، لا أحد شافني من القادة من المسؤولين اللي كانوا علينا، فتعبت حيل. يعني انا حتى زوجتي طلقت بسبب هاي الاصابه، مات. معصومة التي لم يتعدى عمرها 8 سنوات هي كل ما تبقى لحسن بعد أن هجرته زوجته وتخلت عنه مؤسسته التي ينتمي لها، حيث كان جنديا في الحشد الشعبي قبل فصله بسبب إصابته هذه. تقوم معصومة بالعناية لأبيها على الرغم من تردي حالتها الصحية أيضا. بيتي بعته، سويت بيه عملية، بنتي هاي مريضة هم ما تمشي على أطرافها، هم أتعوق ولادي، وبس أنا وياها بالبيت، وماكو أحد لنا، يعني هاي جيران تعطينا أكل، وهذا صديقي دزلنا فلوس، هاي ثلاجة ما عندي، أنا ثلاجة تحط فيها مسواق ما عندي. اللي طلع بيه حسن من هاي الدنيا وخلاصتها طلع بهاي الطفلة، هاي الطفلة معوقة هي اللي تخدم أبوها. الجهات المعنية إذا وصل صوتنا فهذا حسن نريد راتبه يرجع له، نريد يرجع الدوامه حتى يطلع تقاعد، لأن هي هاي حالته بعد. بصعوبة وحرج يتقلب حسن من الألم تارة ومن ثقل همه تارة أخرى، يأمل باستعادة حياته أو جزء منها على الأقل، عينه بإنصاف يناله أو براتب تقاعدي يخفف من أنينه. من النجف محمد رزاق، التغيير.